متابعي معكم مشاهدينا، وبيسعدني استضيف بهيدي الفقره دونا دو، مصممه كروشيه او اميغورومي ديزاينر. هاي باتريسيا، اهلا وسهلا كيفك؟ فيك دونا. ثانك يو. سافا؟ وي تري بيان. دونا، بس نسمع كروشيه بنفكر انه شيء اولد فاشن من ايام جدودنا وستنا، والكولرز تبعهم بيكونوا كثير منهم ملفتين للنظر، مثل بيج او ابيض، او اذا كان شيء لصبي او لبنت زهر العادي او الازرق. مظبوط. كيف قررت تبلشي بهيدا تصميم الكروشيه ومين علمك؟ اوكي، سو صراحة أنا شخص كثير بحب قصص الكرافت والهاند ميد، وكثير عندي حشية أعرف قصص كيف بتنعمل، كيف يبلشوا فيها وهيك. فبلشت بكروشيه وكثير تعلقت فيها، صرت طورها شوي شوي تعملها بطريقة، يعني أرجع أعيش الكروشيه بس بطريقة مودرن، اللي هي بالأميغرومي. شو الأميغرومي؟ اوكي، كذا حدا بيسالني شو هي، رح فسرها بالدودوي اللي قدامي. أكيد. سو هي الاميغرومي مينلي البوبي محشيه بس معموله من كروشيه. سو هي كلها هي الشيب اسمها اميغرومي، بس القطبه المعموله منها هي قطبه كروشيه. اوكي. سو بهالقطبه الكروشيه فيها نعمل كذا شيء، فيها نعمل دبدوب، فيها نعمل يونيكورن مثلا. سو بالكروشيه فيها تخبرني نعمل شوي هيك ليشوفوا سو المشاهدين. بالكروشيه فيها نعمل كذا شيب اذا بدك، وكذا كولر اكيد، مش مثل تراديشنال البيج او الوايت. ايه، انه كثير فيهم هيك كولر صح، في كثير وحليب. كولرز، مثلا هذا اكزامبل كب كيك. هيدا سو مهضومه از صح، جفت لحدا عيده، يعني كثير مظبوط. سو مهضومه. في كثير كولرز اتس كاستمايز، فيك تعملي انت الكولرز اللي بدك اياهم. هلا مثلا عم نشوف بهيدا الكب كيك كذا كولر، قد ايه صعب مظبوط. انك توصليهم ببعض، او بتسمح تحشيها شيء او لا ابدا، هي بس انا جاست كروشيه؟ هي كروشيه اكيد، وبلش فيها وقبل ما انهيها بحشيها على الاكيد تكون هيك اوكي. فلافيه. صح، هلا ديبيندز حسب كيف بتبلش فيها وحسب كم لون. بس هذا انا عامله تو بارتس بدك، من تحت ومن فوق، ومقطبتهم ببعض. في قصص بتعمليهم كلهم وان شيب، من مش بتضطره انه تقسم الالوان. اوكي. هلا انت يس مثل ما بيقولوا عيشتي الاولد صح، كروشيه فاشن لشي نيو، يعني حتى اذا كمان عم نشوف شوي مع المخرجه، عامله انت لابتيت سيران مظبوط والسمكه اللي كثير بحبوها الاولاد، يعني هذا صح يمكن فيهم يعملوها مثل كادو دو روتور. مظبوط. ها انا بلشت فيها، كنت روح عند حدا يعزمني على العشاء او على الغداء، بدي اخذ له معي كادو، ما بدي اروح اخذ كادو من السوق هيك انه يكون عادي. فبلشت اعمل له اشياء كاستمايز للشخص، مثلا اذا بحب اليونيكورن اعمل له يونيكورن، اذا بحب الكب كيك اعمل له كب كيك، وصار العالم كثير يحبوها. صرت شوي شوي اطور حالي فيها، اعمل كاركتر مثلا على الكرتون، اعمل لابتيت سيران وهيك، كثير اشياء حلوة. وتطورت. صرت انا كمان اذا بدك اتحدى حالي بقصص، لانه في كذا نوع خيط، فكل ما يتغير نوع الخيط كمان بصير تشالنج لإلك كيف تستعمليه وهالقصص. وحتى قبل ما نطلع على الهواء كنت عم شوف الخيطان منهم مزبوط ابدا هينين لتشتغلي فيه، مزبوط يعني عندك خيطان سميك مش مثل صح، الكروشيه فرج كثير رفاع. خلينا نشوف. صح. هلا هذا عاده هذا الخيط العادي اللي بستعمله اذا بدك، اللي هو كالرفول. ما اعرف اكزاكتلي. وفي غير خيطان، في فلور مثلا، وفي هيك خيطان بيكونوا فلافي. هلا هين الشغل فيهم، بس شوي تركي انه كيف بتعمله بالسناره. هذا بتستعمليه لتعملي فيه هلا كرتونز صح، للاولاد في كثير موست، في مهضومين. كمان قصص فلافي بيطلعوا كثير مهضومين. هلا بدي اقول شغله، انه كل خيط بنستعمله اذا بدك سناره، هذا الشيء اللي بيساعدنا اكثر نكون فلكسيبل فيهم. سو في كذا سماكه خيط، ولكل سماكه بنستعمل سنانير، فمش بس في الصغيره، في اشياء اكبر واكبر. يعني مثل ما عم نشوف بتتحكمي بالكروشيه مزبوط من وراء السايز السنانير، والسناره قد ايه مزبوط هي سميكه او رفيعه. مزبوط. دونا، هل هيدا شيء هوبي او كمهنه؟ هي صراحة بلشت هوبي، بلشت هواية تستكشف كيف بيعملوا كروشيه وهيك. بعدين شوي شوي قد ما العالم صارت عم بتحب تطلب مني قصص، انه عم بتصير ستيب باي ستيب مهنة اذا بدك بالاخر. حتى عم بحب العالم مثلا بيسألوني كيف بتعملوا وهيك، بحب فسر لهم علمهم. سو بحب اذا بدك انقل هيدي أكيد. الخبرة او الكروشيه او الاميغرومي للعالم اللي بتحب تعمل، بس بركي ما بتعرف او ما بتعرف من تبلش. خلينا نحكي أكثر عن الماتيريال اللي اوكي بتستعمليها ليطلع معك الشيب، وكيف توصلي لهيدا الشيب. اكزاكتلي. اوكي، هلا الماتيريال بالكروشيه عاده في السناره وفي الخيطان، بس بالاميغرومي لانه هي اكثر اذا بدك 3 دي شيب، لان بدها شغل، بدها مثلا بس تعمل الراس والجسم تتعلقيهم ببعض، بتحطي الببيس تتعرف اذا مزبوط الشكل او لا، تما تقطبي ترجعي تفكي بعدين اذا ما حبيتي. سو ليتس سي هيدا
سانج. العالم بشوفوه بركة صعب، بس هو إذا بتفككيه بيكون كتير هين. يعني هي رح أفككه هلأ أنا وياك، مثلا في الراس اللي هو انبول، التم إذا بدك بول بس دومي بول، الدينة هي كمان بول بس فاضية منها محشية. سو إذا لاحظتي كله ببلش ببول بالشيب السفير إذا بدك. هلأ هي كلها بتبلش بقطبة اللي هي الانطلاق إذا بدك، هي الماجيك رينج، هي بتبلش من هون وكلها بس يعني هي بتمشي بشكل دائري إذا بدك. هلا في شغله العالم بحسه صعبه، هي منا ابدا صعبه، هي بس اذا بيعرفوا يلقطوا يعرفوا يعملوا سنجل كروشيه اللي هي القطبه الوحده، فيهم يعملوا كل الدودو، بس هي بدها كثير تكوني صبوره عليها. اكيد. ايه يعني بدها وقت. هيدا السانج قد ايه بياخذ معك وقت ليطلع معك؟ بياخذ يعني اذا بدها تشتغل عليه فول داي بده شي 2-3 دايز. لا فيه كثير ديتيلز بتعرفي القطبه، وكثير مهم بعدين بس تصيري ادفانس تعرفي كيف تشد القطبه بطريقه بس تحشيها ما كثير يطلع الحشوه لبرا او يبينوا كثير هيك اوفر لبرا. لا عن جد يعني كثير حلو. ثانك يو. يعني فكري عن جد ساج يعني مش ناقصه الا يحكي. ما هيك. اوكي. هل اذا حدا بيجنر مبتدئ صعبه انه يتعلمها او يمكن بده يرسم ليخطط ليقدر ينفذ الديزاين ليطلع معه؟ مزبوط. هلا انا بنصح كل واحد بده يعمل اميغرومي اتليست يتعلم كيف يعمل كروشيه، كيف يمسك السناره، كيف يبلش اول قطبه والسنجل كروشيه. بس يبلش الاميغرومي مثل ما قلنا هي بتمشي بطريقه دائريه من فوق، ف يلي بده يبلش اميغرومي لازم يكون عنده اذا بدك مثل باترن حده او شيء مخطط يمشي عليه، مثلا يقول له اول راوند كم قطبه فيه، ثاني راوند كم قطبه فيه ويكمل فيها. هلا بعدين الادفانس مثلا انا بطلت شوفهم هودي الارقام، صرت انا برسم سكتش برسمه وبصير اخذ السايز حسب الرسمه اللي قدامي، انا اوريدي صرت اعرف كيف ببلشوا وهيك، سو بتصير مع الوقت اهين. بس اللي بحب الكروشيه وبحب يعمل هيك قصص انا اكيد بشجعه. دونا هلا بتعرفي موسم عمادات واول قربانه، هلا الوضع اكيد ما بيسمح. مزبوط. بس انه اكيد الاهل بحبوا يعملوا شيء للاولاد بالبيت. صح. وبالكنيسه يعني بيعملوا الاول قربانه، شو محبذ انه يقدموا ك مثل سوفونير من الكروشيه؟ اكزاكتلي. هلا بس قول من قبل مثلا كانوا يعملوا كروشيه بس مثلا شرشف طاوله او حرمات، هلا العالم فيها تعمل كروشيه وتكون سوبر مهضومه، مثلا فيها لعماده او لاول قربانه تكون في عضرة عم تشوفها هلا على السكرين كثير حلوه. فيك انت كمان تتحكمي بالسايز تكبريها او تصغريها، فيها مثلا الاسنانيه تكون في سنين سن او انش، كمان هلا عم نشوف الانش على السكرين، اسنانيه فيها تكون مثلا في سن والسن يكون عليه قصص، مثلا في يكون سن يونيكورن في يكون سن سوبرمان، سو اتس 100% كاستمايزد وحسب الام شو انه هي شو بتحب لابنها شو بتحب لاولادها بتعملهم. يعني عن جد في قصص ديزاين، خلينا نشوف اليوم. صح. ونشرح شوي كيف أكيد. كيف عملتي. صح. اوكي اليوم كمان اذا بدك مثل السانش كيف قسمناه قبل شوي، اللي هو السفير من فوق في المنخار وفي الدينين اللي هن فاضيين والجسم، وحتى الايدين والاجرين اذا بتلاحظ تقريبا زيت الشيء بس الايد شوي ارفع من الاجرين، وحتى يعني كيف بتعلق هود الشعرات تبعه كمان كثير هينه كله بالسناره. هلا في شغله كمان مهضومه اللي هي الاميغرومي مش بس انه تعملي دودو، فيك تعمل مثلا مثل حريم. يا شو مهضوم. يس. يعني فيك تعملي يعني هذا البيبي كثير بيتعلق فيه، يعني بصير وين ما بده يروح بده ياخذه يعني معه. يعني فيكم حرام يتغطى فيه، فيكم مثل دودو يمسكه من فوق للابان على الايدين. ثانك يو. يعني عن جد بياخذوا كثير شغل معك وهالقد دقيقين. صح. وهالقد الشغل كثير حلو، مثل ما عم نشوف على الشاشه. مزبوط. دونا كثير كثير حلوه، هذا مثل كادو للنيو بورن. صح. هذا الكيثر اكزاكتلي. فسري لنا شوي، هلا كمان عم نشوف على السكرين الباسكت ليقدر الولد يحط الشامبو. صح. او حتى فيك تحطي الكروشيه. مزبوط. اذا حدا بده يحط. صح. هذا الباسكت كمان معموله من الكروشيك، بس حدا يشوفها بنقص هيك كروشيه. صح هيك كروشيه، بس الخيط غير والسناره اسمك، سو بيعطي هذا الافيل مش دبش بس بيعطي الافيل سميك اذا بدك، وهي بس تعمليها بتطلع جامده. وانا عم زد لهم اذا بتشوفي هيك مثل عليهم اميغرومي. صح. سو كل حدا مثلا ما تكون باسكت عادي فيها نزيد لها اميغرومي، شفنا اليفان فيها نزيد لابان، سو اتس كاستمايز في نعمل كذا شغله فيها. هذا الحلو فيها انه مش محكومه بس تعملي كاري او رون او
او شرشف. لا فيك تعملي شو ما بدك فيها قصص يعني عن جد حلوه. يعني انت عن جد طورتي هالاولد فاشن كروشيه. لان انا بالنسبه لي مثلا بيقولوا لي كروشيه بلا المام لا ما هيك بيبقوا اهلك شايلين لك كروشيه لبعدين لبس تتجوزي تحطيهم بلاد بلا نواي ما بحبهم إيه. بس هيك قصص اوريجينال مثلا تحطيهم باوضه البيبي كثير بتنبسطي بيعطوا حياه كمان على للاوضه. صح ما عم تقولي يعني انا مثلا وين ما اروح بخضر معي كثير بحب كون برودكتيف صراحه علقت فيهم انت كمان فكيف الكلاينت يعني بروح على البحر بخضر انه قاعده بقعد بشتغل فيهم فكتير بس العالم بصير يطلع فيه انه بعدك صغيره عم تعملي كروشيه بس وقت افرجيهم شو بعمل او شو الفاينل برودكت كتير بيتفاجئوا انه واو وبصيروا يسالونا اكثر عرفتي بصير هن بدهم يعرفوا كيف عم بعملهم وهيك. فلا انا كتير بشجع كل حدا بحب كروشيه او بحب الهاند ميد او يخترع قصص يبلش فيها على الاكيد هينه بدها شويه وقت بس هينه بيوصل يعني قد ايه مثلا تقريبا اذا واحد بده يبلش بالكروشيه شو الكت شو لازم يكون عنده كبدايه ليقلع لبعدين يقدر يبلش يعمل الشيبس. اوكي بس تقول قبل انه ما ضروري الواحد يروح يتعلم عند حدا. انا شخصيا تعلمت على يوتيوب. عن جد؟ سو مش ضروري تروحي عند حدا يعلمك او مثلا ستك او امك. فيك تفتحي يوتيوب هلا صار كثير هين تحضري وتتعلمي. سو انا جبت كبكوب سناره فتحت يوتيوب جربت كذا مره ما رح اقول لك دغري من اول مره اكيد وشوي شوي صرت اطور حالي اعرف اي سناره استعمل كيف اعمل القطبه وهيك. سو انا بعدين اذا بدك اخترع تسمعي عليك ثانك يو يعني عملت اذا بدك اخذت الباص انا كمان ارجع اخترع فيها. فاللي بده يبلش كثير هينه يبلش في بلش يوتيوب ما ضروري حدا يعلمه وهو شوي شوي بيعرف اذا هو بحبها في كمل فيها عن جد فيري ايزي. دونا بدي اتشكرك على وجودك معنا بهذه الحلقه الكثير حلوه وكثير سبيسيال. ميرسي لك. ثانك يو. مشاهدينا بريك ومنتابع مع ضيفه علي رفاعي منتج تلفزيوني واعلامي اجتماعي. انطرونا.